مفهوم دار الكفر ودار الإيمان والتكفير والهجرة والأمة والدولة وغيرها من المفاهيم. أنا عبد الله اليوسفي، كنت ضمن تيار تنظيم القاعدة، تم توقيفي في تونس وترحيلي إلى المغرب، وقضيت 3 سنوات في السجن. طبعا كان هناك برنامج المصالحة، وقبل برنامج المصالحة كان هناك مجهود شخصي، كنت أكتب مجموعة من الرسائل والكتابات إلى مجموعة من الجهات، أخص بالذكر مندوبي العام إدارة السجون، وكذلك الرابطة المحمدية للعلماء ووزارة الأوقاف وحتى الجهات الأمنية. كنت أكتب لهم موقفي ومراجعاتي لما كنت أعتقده وأتبناه سابقا. في البداية لم يكن هناك تفاعل مع هذه الرسائل، وهذا لم يكن يشكل لي، الرسائل كانت هي توضيح لمجموعة من المفاهيم التي كنت أتبناها. على سبيل المثال، أنا موقفي من الدولة المغربية، موقفي من المؤسسات المغربية، موقفي من الملكية، من الأشعرية، من المذهب المالكي وغيرها من القضايا والأمور التي أنا كان لدي منها مسافة سابقا. طبعا كما قلت لم يكن هناك تفاعل مع الرسائل، ولكن لم يكن يشكل لي إحباط هذا الأمر، إلى أن جاء برنامج مصالحة واعتبرت هذه أكبر استجابة لما كنت أكتبه. برنامج مصالحة شكل نقلة نوعية، بحيث كان هناك مجهود جبار للمندوبية العامة إدارة السجون مع شركائها كالرابطة المحمدية للعلماء ومؤسس محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. هذه الورشات والبرامج التأطيرية التي كانت ساعدتنا على أن ننتقل من مرحلة ونشكل قطيعة مع الماضي، وننتقل إلى مرحلة جديدة نتبنى فيها مجموعة من الأفكار والمفاهيم التي تحمل الجوانب الإنسانية المشرقة، وكذلك تحمل الإسلام الوسطي المعتدل الرصين الذي يدعو إلى التلاقح الأفكار وإلى أيضا الانفتاح على الآخرين وإلى التعايش السلمي مع باقي المجتمعات. هو لم يكن من السهولة، وإنما هو إنسان حينما يتبنى أفكار معينة وتكون لديه راسخة وقناعة بهذه الأفكار، وإذا كانت بالخصوص إذا هذه الأفكار إذا استمرت معه يعني طيلة حياته، فيكون من الصعوبة أن ينتقل منها ويبتعد عنها، وبالتالي كان هناك مخاض. نحن في فترة الاعتقال كنا نقرأ، كنا ندرس، كنا ننفتح على مجموعة من الحقول المعرفية الأخرى التي لم نكن ننفتح عنها. في التيار الجهادي لا تدرس مثلا العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وإنما دائما تنحصر في جوانب الأدبيات التي تنظر للجهاد. فبالتالي في المرحلة الأخرى كان هناك مخاض، كنا نقرأ حقول معرفية جديدة، نقرأ كتابات جديدة، ننفتح على مفاهيم وأفكار جديدة، جعلت هذه المفاهيم تفتح عيوننا على مجموعة من التصورات التي كانت غائبة عنا في الماضي. وبالتالي برنامج المصالحة جاء وأطر كل لما سبق، وكان بمثابة يعني تعزيز هذه المراجعات وتثمينها وتقييمها.